اللهم صل على محمد وآل محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما خيرا منها منقلبا. وما أظن الساعة قائمة إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ
بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا صدق الله العظيم.